مساء الخير عليكم. هذا واحد داي كير اللي تنقولوا له روض الاطفال غير حدايا حدا الدار ديالي. على بحال جيت غير باش نصور ها الريسبسيون ديالو كيفاش دايره. جيت غير باش لان بغيت باش جيت عندهم بالنهار وقالوا لي حتى نشوفوا الاذن ناخذوا الاذن باش نصوروا. ها نتوما المكتبه ديال البيرو يعني المكتب ديال المرشدين على سميتو. شوفوا تنحاول نصور لكم لان فوالا هذا ممر هذا فين زي الكيتشن الا بغيتو تقولوا الكوزينه الثلاجه هذا هنا فين تيكونوا الاطفال صغيورين دوك صغار بزاف تنشوفهم هنا في الارض تيكونوا محطوطين. فوالا فوالا هنا تيكونوا دوك لي بيبي حتى همايا نتوما تحتيو يعني الناس اللي هنا تيكونوا داك النو بورن دوك اللي صغار بزاف 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 يعني شفتهم تا هما مساكن تيكونوا هنا قيالين. جيت بالنهار باش نصور ولكن للاسف ما لقيت. شوفوا الناس ديال النظافه بالليل دابا في العشيه فوالا هومايا فوالا يعني انا تنصور لكم باش تشوفوا المعايير اللي عالميه اللي خصها تكون. راه كبير هذا راه عرض ديال العماره كلها هي. شوفوا الكريسيات قداش كلشي بالعود داك العود اللي تيكون ناتوريل ما فيهش شي حاجه اللي غادي تضر بالاطفال فهمتوا. شوفوا هنايا كيفاش دايرين تيعلموهم كيفاش يتعاملوا مع الاتات مع هذا فوالا. شوفوا هنايا هاد الكيتشن فوالا تيخليوهم فوالا مونيكات صغيورين تيعلموهم كيفاش ينوموا. شوفوا شحال قداش هنايا يمكن ديال 4 سنين 5 سنين تيعلموهم الكمبيوتر كل واحد كيفاش يأورغانيزيو راسهم كيفاش يتعلموا يتعاملوا مع المسائل الحياتية. فوالا يعني كبير هاد المحل. هاد الجهة هادي مهبطين الريدويات لحقيتاش هنا تيكونوا تيلعبوا الدراري الأطفال وتيكونوا يعني تتكون الشمس ضاربة فيهم. شوفوا واحد الأرنوبة أرنوبة مسكينة حرمناها خرجت فوالا. شوفوا كلشي على قدهم على قد الأطفال جايبين لهم لي فورنيتور قد الاطفال باش يبداو يتعاملوا معاه. هنا دايرين لهم واحد البلاي جراوند واحد الملعب صغير ملي تيكون النهار مزيون تيخرجوهم هنا يلعبوهم. كاين داك اللي تيزلقوا فيها اللي يلعبوا هكا في الرمله ولا تيدوروا ولا شي حاجه. كاين بزاف ديال هذا على محل. هذه فكره ربما يستغلها يشوف الناس اللي تتخمم باغا دير بحال هاد المشاريع ولا اللي تتخمم تجيب ولادها لواحد البلايص اللي هما يعني امنه باش يخلي ولادهم الله يحسن العوان تيكون الرجل والمراه خدامين وتيبغيو يخليو وليداتهم في واحد البلاصه اللي تكون امنه ما فيهاش المشاكل وما فيهاش يعني وليداتهم يكونوا في الامان. هذا هو اللي كاين. غادي نحاول فوالا كاين اصحاب النظافه بالليل تيجيو ينظفوا فوالا. انا صورت عندي تصويره بالليل وعندي تصويره عندي فيلميت بالليل وفيلميت بالنهار. دابا نعاود نحطو لكم بهذا يعني حيت كاين بعض المرات حيت باقي ما شفتش التصوير ديال النهار ربما تتكون فيه الشمس وما باينش مزيان. هذا هو اللي كاين. يلا
ملي تنجي تنشوف الوليدات هنا دوك الصغيورين مساكن وتيبقاو يشوفوا فيا. جيت هاد يومين عرفتي بقاو تيشوفوا فيا بزاف زعما سبحان الله الاطفال تيطلب النجدة مسكين. ايوا نتمنى والله يكون خير وهذه غير حاجه خفيفه ظريفه باش الناس تاخذ فكره على شنو كيفاش الناس خصها تقوم تاخذ افكار كيفاش الناس يعملوا واحد البزنس ويكون على حقه وطريقه باش يكون عنده واحد المعيار اللي تيكون عالمي باش وليدات الكليان ديالهم يكونوا في الامان وليداتكم تاهما يكونوا مزيانين. على محال الله يمسيكم بخير وشكرا.